بيجن هرمكي بأولاد البرامبري تهديدا تركا. خلال تصريحات صحفية لصحيفة الرياض السعودية، تحدث عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الدار خليل عن الاتفاق النفطي الذي وقعته قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتفاق ضروري للحفاظ على سلامة الحقول لكل السوريين. الدار خليل قال في حديثه للصحيفة إن الاتفاق النفطي هو لتطوير حقول النفط بالمنطقة وصيانتها، مضيفا أن عمليات الصيانة كانت تتم حتى قبل عام 2011 حين كانت الحكومة السورية تتعاقد مع شركات أجنبية لصيانة الحقول بسبب عجزها وعدم توافر الإمكانات لديها. القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي أكد أنه بعد الحرب مع داعش 20% فقط من حقول النفط السورية ما زالت على قيد العمل، مشددا على ضرورة إصلاحها بعد تعرضها لانهيارات داخلية ما قد يقود مع الوقت لمشكلات كبيرة ولن يتمكن السوريين من الاستفادة منها إذ بقيت تلك الحقول دون صيانة. خليل أشار كذلك إلى الأهمية السياسية للاتفاق النفطي، خاصة أنه تزامن مع بدء تطبيق قانون قيصر على الحكومة السورية، وبموجبه تعاقب واشنطن أي كيان يستثمر في سوريا، معتبرة أن الرخصة التي منحت للشركة الأمريكية للاستثمار بمناطقهم تعني استثناء النفط الواقع بمناطق الإدارة الذاتية من العقوبات. الدار خليل أكد أن فكرة حرمان باقي السوريين من الثروات الوطنية في شمال شرق سوريا غير وارد بالمطلق، وأن الثروات السورية للسوريين، موضحا أنهم لا يحملون أي أفكار انفصالية، ومن غير الممكن أن يحرموا السوريين من حقوقهم مهما حدث.